البحث عن بنغازي سوريا كان شغل أعدائها الشاغل. في رحلة بحثهم عن جغرافيا يحقنون فيها جراثيم إجرامهم، وتمتد فيما بعد كسرطان يأكل الجسد السوري حتى الموت. أود أن أقول أن حمص ستكون عاصمة الثورة السورية. المعارضة تحقق انتصارات كبيرة في حمص، ويجب أن نأخذها بعين الاعتبار. من واجبنا أن ندعم من يقاتلون النظام السوري في حمص. لن نسمح للجيش السوري بأن يدخل حمص أبدا. نعم، إنها حمص، قلب سوريا وعقدة مواصلاتها الرئيسية، والشريان الذي يضخ الحياة في أوصالها شمالا وجنوبا شرقا وغربا. لذلك كانت في مرمى مخططات الأعداء لتحقيق غاياتهم. خطة محور الإرهاب تمثلت بالسعي للسيطرة على منطقة استراتيجية تمتد من حمص المدينة إلى القصير، مرورا بغرب نهر العاصي وصولا إلى الحدود اللبنانية. وبذلك تحقق المجموعات المسلحة 3 أهداف رئيسية. أولى هذه الأهداف تأمين خط إمداد بالسلاح والإرهابيين بين الداخل السوري والعمق اللبناني الذي أصبحت مناطق الشمال منه قاعدة للمرتزقة المستجلبين من شتى أنحاء الأرض قبل تسللهم إلى الداخل السوري وبث الفوضى والخراب والدمار. الهدف الثاني هو قطع طرق الإمداد للجيش العربي السوري من جهة، واستهداف شاحنات نقل البضائع والركاب بين المحافظات من خلال تهديد الطريق الدولي من جهة ثانية. أما الهدف الثالث فتمثل بتحويل مدينة حمص إلى خزان لتجميع السلاح والإرهابيين ورفض العصابات المسلحة في الشمال والشرق والجنوب. بدأت آلة الإعلام المأجور تروج لسيطرة مطلقة للمجموعات الإرهابية على حي بابا عمرو في حمص، وأن الخطة تسير على قدم وساق. فبابا عمرو تمتد في الريف الحمصي وصولا إلى المدينة، كما تعتبر ممرا متقدما لمنطقة القصير. وجاء الرد. الحصان الذي راهن عليه الغرب تبتلعه أسود الجيش العربي السوري، وخلال أسابيع 3 وبعد سلسلة عمليات نوعية مدروسة يعلن بواسل الجيش حي بابا عمرو منطقة آمنة خالية من رجس الإرهاب. وقبل أن يصحو محور الأعداء من صدمته يتلقى صفعة أخرى بظهور رئيس الجمهورية الفريق بشار الأسد راجلا في مدينة حمص يتفقد الحي، ومن أعاد الأمانة إلى الحي. أول شيء يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني النشيد السوري يبدأ بكلمة حماسة الديار عليكم السلام. فحماسة الديار من القوات المسلحة، يعني أنتم رأس الحرب بالدفاع عن الوطن. أنا عادة دائما بنزل مع القوات المسلحة، ولكن بنزل بلباس عسكري بنكون بالمشاريع. المرة كانت زيارة مدنية، لكن ما ممكن نقوم فيها بدون ما نمر لعندكم، لأنه إذا في شيء إنجازات تمت على الأرض سيدي نحن موجودين، وإذا كان في سكان بدأنا نشوفهم يرجعوا، فبفضل التضحيات اللي عم تقوم فيها القوات المسلحة. بتأمين بابا عمرو سقطت أولى قواعد الرهان، وكان لابد من استكمال المهمة في إسقاط القواعد الأخرى ودك مرتكزات الإرهاب في القصير وريفها. جمعت المعلومات، وضعت الخطط، وبدأ التحرك.
المرحلة الأولى. الهدف السيطرة على تل النبي مندو، لما لهذا التل من أهمية استراتيجية، حيث يشرف على القرى والمناطق المحيطة وصولا إلى مدينة القصير. كانت العصابات الإرهابية تستخدمه كمنصة لإطلاق قذائف الحقد وقناصة الغدر باتجاه القرى الممتدة وتهديد الأهالي ومنعهم من الوصول إلى حقولهم. هاي تل النبي مندو أمامنا مباشرة، على يمينه وجنوبه مباشرة قرية قادش، إلى الجنوب قرية الرضوانية، وإلى الجنوب الغربي قرية البرهانية، إلى الجنوب الشرقي قرية الجوادية، إلى الشرق قرية عرجون، وإلى الشمال قرية الحميدية. هذا الشريط تتجمع فيه المسلحون بشكل كامل هوني. تتسلل من جنوب القاع، تتالف من 5 عناصر مسلحة، علام رقم 5 شمال ب 800 متر. من عاصي إلى عاصي واحد، راقب واعلم، راقب الطلقة واعلم. نحن بهاللحظة هذه الآن على قمة تل النبي مندو اللي تحرر بعد ما أخذته العصابات الإرهابية لأيام قليلة. قامت قواتنا العربية السورية المسلحة بتحرير هذا الموقع المهم، وانطلقت من هذا الموقع لتطهير كافة المناطق التي كان يتواجد فيها العناصر الإرهابية المسلحة، وخاصة من جبهة النصرة وتنظيم القاعدة. المرحلة الثانية. بعد السيطرة على التل تتحرك القوات جنوبا وتبدأ بتطهير القرى واحدة تلو أخرى، وفي يوم واحد وانطلاقا من محيط مخفر قادش، يتمكن أبطال الجيش العربي السوري من إعادة الأمن والاستقرار إلى كل من الرضوانية والبرغوثية والبرهانية. نحن الآن بقرية الرضوانية بإحدى المزارع التي كان يسيطر عليها المسلحون، وهجروا أهالي هذه المنطقة واستولوا على الأملاك وعلى المساكن وعلى الأراضي، وهذه إحدى الحفر والمتاريس التي كانوا يحتمون بها، وهذا القاذف صاروخ يدوي الصنع كانوا يستخدمونه للضرب على الأهالي وعلى الجيش وعلى حماة الديار. وهلأ صارت قرية الرضوانية والمنطقة المحيطة فيها والمزارع آمنة، بتمنى من الأخوة المواطنون يرجعوا أملاكهم وأرزاقهم وهم مطمئنين. ودون ما أي كلل، وفي اليوم الثاني تتابع القوات تحركها جنوبا على امتداد غرب نهر العاصي، وتنضم سقرجة والخالدية والموح إلى القرى الآمنة، وتحكم السيطرة التامة على نبع التنور المصدر الرئيسي لمياه الشرب لكل من حمص وحماة. ويتكبد الإرهابيون خسائر فادحة في العتاد والأرواح. أنا قاعدين ببيوتنا، هجموا علينا على البيوت. المسلحين قتلوا لي جوزي على الباب،
وعندي 3 أطفال وخربونا بيوتنا خربونا رزقنا. والله امبارح جمعوا علينا المسلحين وطفشنا وجينا لهون وليك أغراضنا وليك هذا والله يخلينا هالجيش. في 22 و23 من نيسان 2013 تتقدم وحدات الجيش العربي السوري على محورين، الأول انطلاقا من المصرية باتجاه منطقة الحمام والصفصافة وصولا إلى محيط قرية أبي حوري، وعلى المحور الآخر تقدمت وحدات أخرى من حوش السيد علي باتجاه النهرية وتلتقي القوات. وبعمليات خاطفة ودقيقة دخل كامل الريف الغربي الممتد على طول نهر العاصي ضمن دائرة الأمن والأمان، وينهار الإرهابيون دراماتيكيا ويضيق الخناق.